السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله حتكون محاضرتنا الثانية اللي هي الأونلاين أو الديستانس ليكتشرز. زي ما حكيت لكم أنا إنه إذا في عندكم أسئلة بتبعثوا لي إياها على الإيميل وبتجاوبها للجميع على أساس إن شاء الله الكل يستفيد إن شاء الله. فأنا بالنسبة للمحاضرة الأولى أجاني سؤال بس من مصطفى جابر، سؤال أو سؤالي هو يعني سؤالين يعني بتعلقوا في المحاضرة الماضية. السؤال الأول هو كان بيسأل عن السنجل بس سكيم، إنه بده تفسير النقطة الرابعة بالديس أدفانتجز اللي هي بتحكي إنه كان بي يوزد أونلي وير لود كان بي انتربتد أور هاف أذر سبلاي أرينجمنتس، إنه ليش هاي يعني ليش موجودة هنا؟ لأنه هذا النوع زي ما حكينا هو موست سمبل تايب، بس يعني احتمالية الفيلر فيه عالية. ليش؟ لأنه أي فيلر بصير فيه كل السيستم واللي شت داون، أي فيلر بصير على السيركت بريكر لللاين اللي جاي من ال يغذي الباص، او اي فيلر بصير على الباص نفسه فبصير لازم كل السيستم يطفي. فمشان نسبه البروبابيليتي انه يصير عندنا فيلر للسيستم عاليه، فطبيعه اللود اللي لازم تكون موصوله مع هذا السيستم لازم تكون لود تتحمل انه ريلايبيليتي قليله، يعني يكون فيها انتربشن عالي. اما اذا كانت لود كثير حساسه فلازم تكون يعني ما يا يعني ما بنوصلها على هذا السيستم، او انه لازم تكون عندها هاف اذر سبلاي ارينجمنتس، يعني لازم يكون في لها مثلا ديستريبيوتد جنريتر بحيث او باك اب جنريتر بحيث انه يغذيها في حاله الانفصال الباور من هذا السيستم. فمشان هيك بهذا السيستم اللودز اللي موصله معاه لازم تكون فيها الخصائص. ليش؟ لانه البروبابيليتي للفيلر لهاي اللود بتكون عاليه. إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الثاني بيسأل عن موضوع اللي هو المين والترانسفير بس بالنسبة للنقطة الثالثة، إنه ليش إذا صار علينا فيلر على البس أو على السيركت بريكر بيؤدي لشت داون لكل السب ستيشن. بدك تلاحظ هنا إنه في هذا النوع بالذات الإنكامينج لاينز بس بيغذوا مين؟ بيغذوا المين بس، وإحنا حكينا المين بس بكون إنرجايزد والترانسفير بس لأ. بس في حالات معينه بنعمل اكستنشن او بنعمل مينتنس لجزء معين بنعمل انرجايزيشن للترانسفير بس عن طريق البس تاي بريكر، ومنه بنصير نغذي اللود اللي نعمل عليها مينتنس او نعمل على السيركت بريكر تبعها مينتنس. بس ما في عندنا انكمينج لاين بيغذي الترانسفير بس مباشره. يعني لو لاحظ لو قارنتها مثلا مع الدبل بس دبل بريكر او مع البريكر اند هاف سكيم او اي نوع ثاني، بتلاحظ اللاينز اللي جاي بتغذي البصين الموجودات. اما عندنا في المين والترانسفير بس البص بتغذي اللاينز اللي بتغذي السب ستيشن بس بتغذي المين بس، والترانسفير بس حكينا هو بيكون نورمالي مش انرجايزد، وبنعمل له انرجايزنج لما نحتاج، لما نعمل مثلا نفصل مثلا السيركت بريكر اللي بيغذي اللود رقم واحد فبنفصله وبنغذي اللود رقم واحد من الترانسفير بس عن طريق بنعمل بنسكر الباس تاي بريكر وبنخلي الانرجي تنتقل للترانسفير باس ومنها بنغذي اللود. واضحه النقطه؟ فمشان هيك اذا صار فيلر على المين باس او على السيركت بريكر اللي بيغذي المين باس، يعني السيركت بريكر اللي بربط الانكمينج لاين مع المين باس، فلازم نطفي كل سب ستيشن. ليش؟ لانه بطل في عندنا انرجي على المين باس. واضح؟ لانه ما في عندك اوبشن تغذي الترانسفير باس الا عن طريق مين؟ المين بس. حسب ما يعني حسب ما الفيجر موضحه المين بس واصل عليه الانكمينج لاين، بس الترانسفير بس ما في عليه انكمينج لاين، ما في باث انك توصل انرجي عليه. فمشان هيك فيه هاي الديس ادفانتج. لو رحنا مثلا للدبل بس، اذا بتروح على الدبل بس دبل بريكر سكيم بنلاحظ انه اللاين ممكن يغذي بس 1 او يغذي بس 2 الانكمينج لاين. نفس الشيء لو رحت على الدبل بس سنجل بريكر، نفس الشيء الانكمينج لاين ممكن يغذي بس 1 او بس 2. وبرضه في نوع البريكر اند هاف سكيم الانكمينج لاين بيغذي بس 1 او بيغذي بس 2، في عندنا باث. اما الحاله الوحيده اللي ما فيش عندنا باث اللي هي المين وترانسفير بس. ان شاء الله يكون الامور واضحه. اذا لسه في عندك اي مشاكل برضه بعث لي ايميل، والمحاضره اليوم برضه زي ما حكينا انه ابعثوا لي ايميل وانا المحاضره الجايه ان شاء الله في بدايتها بجاوب على كل اسئلتكم. وبالتوفيق، وخلينا هسه نبلش محاضرة اليوم. السلام عليكم. احنا في المحاضرة الماضية وقفنا عند موضوع الـ configuration للباصز في substations، فحكينا عن 6 أنواع من الـ configurations وكل أنواع كل نوع شو الـ advantages و disadvantages تبعته. فاليوم حنبلش بموضوع أنواع الباصز اللي موجودة في substation.
بيسكلي احنا في عندنا تو تايبس اوف باسز ان سب ستيشن، اللي هم الريجيد باس والسترين باس. فاول شيء الباص زي ما حكينا هو اللي بتحمل كل الباور ترانسفير اللي بتصير في الترانسميشن سب ستيشن، فكل الباور ويل بي ترانسفيرد لهذا الباص بعدين كونتينيو تو ذا نيكست ستيب. فزي ما حكينا هم لذلك الاستراكشر تبعهم المفروض يكون كثير يعني نهتم فيه، لانه هو بيحمل لارج اماونت اوف انرجي ويل بي ترانسفيرد ثرو ذا باص. They are designed so that the bus construction is strong enough to withstand maximum stresses. لأنه هذا الموضوع بيؤدي إلى بيكون الاسترس عالي على ال conductors، فهم they must stand the maximum amount of stress that imposed on the buses. In the past, heavy high voltage substation usually had the strain bus. Strain bus هو نفسه ال ACSR أو aluminum conductor steel reinforced cable. احنا لقدام ان شاء الله حنحكي عن انواع الكيبلز اللي عندنا، بس في من اشهر انواع اللي هو الومنيوم كوندكتور ستيل رينفورست كيبل، اللي هو كيبل بتكون من ستراندز، بكون الستيل موجود في الكور تبع هاي الكيبل وعندنا الومنيوم ستراندز في الاراوند او سراوندنج الكور. طبعا السبب لهذا الكونفيجريشن اللي احنا بنعرف السكن افكت، انه موست اوف ذا كرنت دنسيتي ويل باس ثرو ذا سيرفيس ديو ذا سكن افكت. فالكوندكتيفيتي تبعت الالومنيوم اعلى من الستيل، فمشان هيك بنستخدم الالومنيوم كوندكتور اون ذا اوتر سيرفيس، والستيل مشان يعطينا سترينث لانه الالومنيوم ما فيه سترينث عاليه، فبنستخدم الستيل مشان يعطي سترينث لهذا الكيبل. فهذا يعني احنا قدام ان شاء الله جاي انواع الكيبلز بنحكي بالديتيلز. فهنا البص هو بيشبه الكونستراكشن تبعه بيشبه الالومنيوم كوندكتور ستيل رينفورسد. اوكي، فهذا النوع من الباسز بيجي يعني شوي فيه فلكسبيليتي اعلى من الرجد. ليش؟ لانه الكيبل يعني يمكن انك تو ميك بندنج فيه، يعني ممكن تثنيه. اما بالنوع الثاني اللي حنحكي عنه هو الرجد باس، بكون يعني ستيل ورجد ما فيه خلينا نحكي فلكسبيليتي انه ينثلى. فاحنا برضو بالسلايدات اللي قدام ان شاء الله حنشوف صوره للسترين باس ونشوف صوره للرجد باس. طبعا الريجيد باس له برضو ادفانتج انه هو لو سبستيشن بروفايل، يعني بنحتاج خلينا نحكي مساحه اقل في السبستيشن، والمينتنس تبعته والاوبريشن تبعته اسهل. اوكي، في عندنا ايز المينتنس اند اوبريشن. فالصوره هون عندنا فيها سبستيشن اوكي، وفيها نوعين من الباسز. فالكونفنشنال سبستيشن بالعاده بتحتوي النوعين، يعني تكون فيها ميكس من الرينج او السترين باس. في احيانا ممكن يكون سبستيشن مبنيه بس على الرينج باس، او ممكن تكون مبنيه على السترين باس. بس احنا هون المثال اللي شايفينه هي فيها البوث تايب اوف باسز اللي هم الريجيد اند سترين باس. الريجيد باس اللي هو شايفينه بالصوره اللي عندنا فوق على اليمين، في عندنا بيجي شكله زي ما حكينا بيجي زي البار، يعني ريجيد ما يعني صلد ما فيه انثناءات، ممكن يعني خلينا نحكي لي نشبه عمود الحديد. اوكي، اللي هو زي ما شايفين على الصوره على اليمين. وفي عندنا السترين باس اللي هو قلنا بيجي زي الكابل، لانه هو اصلا الكونستراكشن تبعه بيشبه الاي سي اس ار او الالومنيوم كوندكتور ستيل رينفورسد. فهذا الباس بيجي زي فيه انحناء اللي شايفينه في عندنا بنص الصوره تقريبا اللي مكتوب عليه باس سترين، ففيه انحناء وبكون فيه فلكسبيليتي اكثر، لانه طبيعه الكونستراكشن تبعه بتسمح انه يكون فيه flexibility انه it can be bent and يعني الستركتشر تبعه فيه elasticity. اوكي، فهذا النوعين زي ما حكينا الرئيسيات للباسز، ممكن نستخدمهم الاثنين بنفس السبستيشن او ممكن كل واحد يكون يعني مستخدم لحاله. السترين باس هو النوع القديم خلينا نحكي، والريجيد باس هو النوع الاحدث. في السلايد هذا عندنا صوره او يعني صورة أوضح للريجيد باس كيف الكونستراكشن بيكون فيه. ففي عندنا بيكون باس ستراكشر اللي هو تحت اللي هو زي بيشبه يعني خلينا نحكي التور اللي بيحمل الريجيد باس. في عندنا الفريم اوكي، اللي هو الفريم اللي حنحمل عليه الباس كوندكتر. في عندنا انسوليتر، طبعا اكيد حيكون في عندنا انسوليتر بتوين الباس ستراكشر والباس، ما بدناش نعمل كونتاكت بتوين الباس والباس ستراكشر، لانه اذا صار في عندنا كونتاكت بصير الانرجايزد الباس ستراكشر وممكن اي واحد يقرب منه يتكهرب.
اوكي، فلازم يكون في عندنا انسوليتر. طبعا هذا الانسوليتر حيعتمد على الفولتج ليفل اللي موجود عندنا بحيث انه ما يصير له بريك داون. وعندنا اخر شيء اللي هو الباس كوندكتر اللي زي ما شايفين عليه هيك سهم. الباس كوندكتر زي ما حكينا في الريجيد باس هو بار ما فيه اي انحناءات، سوليد بار خلينا نحكي، وبكون محمول على الفريم. اوكي، فهذا خلينا نحكي الكونستراكشن للسب ستيشن اذا كانت تتكون من ريجيد باس. ففيها الباس ستراكشر، وفي عندنا الفريم اللي حينحمل عليه الباس كوندكتر، وفي عندنا الانسوليتر. والانسوليتر بحيث انه يعمل ايزوليشن بتوين الباس كوندكتر والباس ستراكشر. هون حنحكي عن نوع خاص من السب ستيشن اللي هم بنسميهم SF6 insulated substation. ال SF6 هي chemical material او اللي هي السلفر هيكسافلورايد. فهاي الماتيريال هي insulating material. اذا كانت موجوده في الايكويبمنتس اللي موجوده عندنا في السب ستيشن فبنعتبر هاي السب ستيشن SF6 insulated substation. ف today there are various type of sulfur hexafluoride substations. بتغير من الفولتج ليفل تبعهم من 69 to 765 كيلو فولت، بتحملوا قيم كرنتس عاليه من 4 كيلو امبير up to 80 كيلو امبير. فبهذا النوع من السبستيشن زي ما حكينا ما بتغير اي شيء عن السبستيشن العاديه، بس الفرق عندنا الانسوليتر ماتيريال هي الاس اف 6 او هي السلفر هيكسافلورايد. فالاكويبمنت نفسها الباسز، السيركت بريكرز، الايزوليترز، الانسترومنت ترانسفورمرز، كيبل سيلينج اندز، كل الاشياء نفسها بس بتكون بتحتوي على ميتال انكلوزد فيلد وذ الاس اف 6. اوكي، فالميتال انكلوجر تبعات هاي الاكويبمنت الموجوده في السب ستيشن بتحتوي او بتكون فيلد وذ السلفر هيكسافلورايد، فمشان هيك احنا بنسميها الاس اف 6 انسوليتد سب ستيشن. والتكنولوجيا هاي كثير مستخدمه وكثير حتسمعوا يعني اذا بتاخذوا مثلا خصوصا في الكورسات زي البروتكشن او شيء زي هيك، كثير مستخدم هذا النوع ولانه في الادفانتجز عاليه اللي هي السبستيشن ار ريتل سبيس ريكويرمنت، اللي بيكون السبيس ريكويرمنت للسبستيشن بتكون اقل لانه الانسوليشن ليفل في هذا النوع من الانسوليتر بيكون شوي عالي، فبنحتاج الى مساحه اقل للسبستيشن. الانسوليشن تايم تبعها اقل، اسرع في الانسوليشن الايكويبمنت اللي بتكون انسوليتد بالسلفر هيكسافلورايد. وعندنا في عندنا بوزيتيف بروتكشن اجينست كونتاكت. اوكي، فهي لانه الانسوليشن تبعها عالي فالبروتكشن تبعها اجينست الكونتاكت، يعني اذا بصير عليها كونتاكت بكون عالي. فزي ما حكينا برد ناكد انه الاس اف 6 هي سبستيشن هاز ذا سيم كومبوننت از كونفشنال سبستيشن. الفرق الوحيد انه الباسز والبوشنجز والايزوليترز وكل الايكويبمنت الموجوده في هاي السبستيشن بتكون نوع الانسوليشن فيها اللي هو السلفر هيكسافلورايد. الان حنحكي عن الترانسميشن لاين كوندكتر كونسنتريشنز. طبعا زي ما بنعرف احنا في عندنا different type of conductors، يعني مش انه ماده واحده في العالم هي اللي بتعمل كوندكشن. في عندنا مثلا ممكن الكبر، الجولد، الومنيوم، انواع مختلفه من الماتيريالز اللي بتعمل كوندكتنج، فممكن نبني منها كوندكتورز مشان نبني ترانسميشن لاين. بس لما نيجي نختار نوع الكوندكتر في عندنا مجموعه فاكتورز must be taken in account مشان نختار which type of conductor اللي ممكن احنا نستخدمه في بناء الترانسميشن لاين. طبعا اول شيء بنعرف احنا لو بدنا ناخذ من ناحيه كوندكتيفيتي احسن نوع ماتيريال بتعطي كوندكتيفيتي هي الكبر، بس مشكله الكبر انه الكوست تبعته عاليه، فمشان هيك الناس ما بتلجأ له. فمعظم الناس او معظم الشركات بتروح لموضوع اللي هو الالومنيوم. الالومنيوم عنده كوندكتيفيتي اقل من الكبر بس ستيل اكسبتابل، والكوست تبعته اقل بكثير من الكبر، فمشان هيك معظم الكوندكتورز الموجوده عندنا المستخدمه في الترانسميشن لاينز تتكون من الالومنيوم. طبعا عندنا قلنا مجموعه فاكتورز لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نختار نوع الكوندكتر المستخدم في الترانسميشن لاين، اللي هي الماكسيمم اماونت اوف الاود كرنت ان ذا كوندكتر، انه بحيث الامبيسيتي تبعته ما يعني الماكسيمم كرنت ما يتجاوز الامبيسيتي تبعت الكوندكتر. الامبيسيتي هو الماكسيمم كرنت اللي مسموح يمشي في الكوندكتر قبل ما ترتفع درجه حراره الكوندكتر اعلى من الدرجه المسموح فيها. وبالعاده عندنا الستاندرد 75 ديجري سيلسيوس، انه ما المفروض انه التمبريتشر في الكوندكتر doesn't exceed this value، فهذا بحدد اذا الماكسيمم الاوت كرنت. ثاني شيء الماكسيمم اماونت اوف باور لوسز، قديش مسموح يكون في عندنا باور لوسز. طبعا الباور لوسز شو اللي بحددها؟
اللي هي موضوع الريزيستنس تبع الترانسميشن لاين، والريزيستنس اللي هي حسب الماتيريال اللي احنا حكينا المواد بتختلف الكوندكتيفيتي تبعتها، وعكس الكوندكتيفيتي عندنا الريزيستيفيتي اللي هي واحد على الكوندكتيفيتي. فكل ما كانت عندنا كوندكتيفيتي اقل معناته عندنا ريزيستيفيتي اعلى، فمشان هيك بكون في عندنا ار اكثر. طبعا وفي عندنا عوامل ثانيه بتاثر على الريزيستنس تبعت الترانسميشن لاين اللي هو الكروس سكشنال اريا تبعت الكوندكتر وطبعا اللينث. فكل هذا بيؤدي ان الريزيستنس تزيد، اذا الريزيستنس زادت ممكن او اكيد الباور لوسز حتزيد. برضو عندنا الماكسيمم اماونت اوف فولتج لوس الاود اللي هو الفولتج لوس، هيعتمد على شغلتين، هيعتمد على الامبيدنس اللي هي الريزيستنس والرياكتنس. فحيصير عندنا فولتج دروب على الترانسميشن لاين، فقديش مسموح الفولتج دروب بيصير. اوكي، فالثالث النقطه الرابعه اللي هي ريكويرد سبا اند سبا اند ساج بتوين سبانز، انه هو قد او ريكويرد سبان، هاي مش سبا في ان ناقصه. اوكي خلينا نضيفها ريكويرد سبان اند ساج بتوين سبانز. فحكينا السبان اللي هو المسافه، المره الماضيه المسافه بين التاور والتاور هاي بنسميها سبان، والساق اللي هو قديش الترانسميشن لاين بنزل عن الفيرتيكال اكسس، فهاي سميناها ساق. اوكي اللي هي موجوده بالصوره اللي في المحاضره الماضيه. تنشن كوندكتر قديش حصير في عندنا تنشنز على الكوندكتر، قديش الوزن تبعه، فبيؤدي الى انه الوزن بيعمل تنشن لتحت يعني للكوندكتر، فهذا برضو بدخل في الحسابات انه نستخدم مثلا الومنيوم لحاله حيكفي، ولا لازم مثلا يكون مدعم بستيل او بكون مدعم بالوي زي اللي قدام. حنشوف شو عندنا انواع كوندكترز. الكلايمت كونديشنز برضو، لانه في عندنا اماكن بكون في عندها فيها ويند عالي، فيها طبعا بكون ويند عالي ففي عندنا فايبريشن عالي، فبكون هنا في انواع من الكوندكترز بتتحمل الفايبريشن اكثر من غيرها. الايس حيكون اذا تجمع على الترانسميشن لاين فحيزيد الويت تبعها، فحتزيد الفورسز على الترانسميشن لاين او الستريسز، فمفروض يتحملها and so on. برضو الهيوميديتي، اذا كان مثلا في عندنا هيوميديتي عاليه في مواد ممكن تصدي مثلا زي الستيل، فمشان هيك لازم يكون مثلا في عليها كوتينج مناسب and so on. ففي عندنا اذا الكلايمت كونديشن لها دور كبير في تحديد نوع الترانسميشن لاين اللي ممكن حنستخدمه. The possibility of conductor vibration، إذا بصير عندنا vibration على conductor ففي أنواع محددة من transmission line قدرتها أفضل على امتصاص ال vibration، بحيث إنه ما يصير في عندنا تآكل على أطراف ال transmission line. زي ما حكينا إن شاء الله لقدام في عندنا أنواع ال transmission line، وكل نوع وين أحسن وين أسوأ، أو يعني بكون أفضل advantage له. آخر إشي ال corrosive atmospheric conductors اللي هو إذا كان عندنا زي ما حكينا humidity عالية، ففي بعض الانواع من الكوندكترز ممكن يصير عليها كوروجن، فبيؤدي الى انه الكواليتي تبعتها تقل. زي ما حكينا مثلا الستيل بيكون عليه بصير عليه كوروجن اذا حط في هيوميد انفايرمنت. ففي عندنا واحد من الحلول انه نغطي الستيل بعمليه الزنك، نعمل له كوتينج بالزنك بسموها، بحيث انه نحميه من الكوروجن. هنا حنحكي عن the most commonly used transmission types are the following اللي هو conductor types. فأو أكثر نوع مستخدم عندنا اللي هو ACSR أو aluminum conductor steel reinforced. هذا اللي حكينا عنه بنستخدمه، أو يعني ال construction تبع ال strain buses بيجي نفس ال construction تبعه، اللي هو فكرته كالتالي. عندنا بتكون من two materials اللي هم الألومنيوم والستيل. الألومنيوم مشان يعمل يعطي conductivity لأن الconductivity تبعته عالية، والستيل لأنه مش هيعطي strength لأنه strength تبع الستيل عالي، فمشان هيك بنسميه steel reinforced. يعني الستيل الهدف منه to enforce أو to increase the strength of the conductor. فاللي بيصير عندنا السنترال أو الكور تبع هذا النوع بتكون من steel strands. أوكي الستراند اللي هي زي جدلة، أوكي يعني بيكون شكلها جدلة surrounded by layers of aluminium strands. يعني بيكون عندنا الكور بتكون من ستيل، بعدين في عندنا حواليه اللي هم الومنيوم سترانز. فبالعاده بيجي مع ارقام زي هيك، مثلا عندنا الاي سي اس ار كوندكتور از ديزيجنيشن او هاز ديزيجنيشن اوف 26/7. ايش معنى هالارقام؟ الستاندرد اللي هو اذا 26 هو النمبر اوف الالومنيوم سترانز، وال7 هم النمبر اوف ستيل سترانز، فمعناته هذا حيكون عندنا 7 ستيل سترانز موجودات في الكور. اوكي وبعدين في عندنا 26 الومنيوم سترانز موجودات حوالين الستيل سترانز. طبعا بحطوط انه سترانز اوف جالفانايز ستيل، لانه حكينا الستيل بالعاده بيكون عنده كوروجن اذا حط في هيوميد
انفايرومنت، فبنستخدم عليه كوتينج اللي هو من الزنك. الكوتينج هذا بهدف انه يحمي الستيل من الكوروجن. اوكي، فطبعا في عندنا ثلاث انواع او مش ثلاث انواع، خلينا نحكي ثلاثه ثيكنس اوف ذا زنك اللي مستخدم في الكوتينج. الكوتينج زي ما حكينا هي عمليه التغطيه، يعني زي تغطي تغطي الستيل بماده معينه. ففي عندنا 3 ثيكنس اللي هم كلاس A اذا كانت نورمال ثيكنس، كلاس B بيكون ميديوم يعني بتكون طبقه العزل اعلى، وعندنا كلاس C فور هيفي ديوتي اذا يعني بتكون طبقه العزل عاليه كثير اللي هي كلاس C. فحسب الانفايرمنت الموجوده، كل ما كانت عندنا الانفايرمنت مور كوروسيف فلازم يكون عندنا الانسوليشن تبع الزنك بكون اعلى. طبعا في عندنا فورمولا بتحدد عدد الستراندز الموجوده في الكابل. طبعا هذه الفورمولا مبنيه على عدد النمبر اوف اللايرز اللي هو الان وعدد الستراندز. فعدد الستراندز حيكون 3n سكوير ماينس 3n بلس 1. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا اذا الترانسميشن لاين فيه اربع لايرز، اربع لاير، اللاير معناها اللي هي طبقه، يعني هسه حرسم لكم اياها، احط لكم اياها على السلايد اللي بعد هذا. بكون عندنا مثلا هاي لاير 1 الطبقه الاولى، لاير 2 الطبقه الثانيه، الثالثه and so on. فعدد الستراندز نمبر اوف الستراندز هون الكلي، اوكي، عدد الستراندز الكلي اللي هو مجموع الالومنيوم ستراندز والستيل ستراندز بيساوي 3n سكوير ماينس 3n بلس 1. اوكي، فاذا عدد الستراندز حيساوي 3n سكوير ماينس 3n بلس 1. يعني لو كان مثلا عندنا n تساوي 4 لايرز فلنفرض، فعدد الستراندز كم حيساوي؟ نمبر اوف ستراندز حيساوي 3 في 16 ماينس 3 في 4 زائد 1 اللي هو 48 ماينس 12 26 1 27. فمعناته العدد الكلي للسترانز اللي هم الومنيوم زائد ستيل حيكون 27. ممكن يكون منهم مثلا 7 ستيل و20 الومنيوم، اوكي، او ممكن يكون شيء ثاني حسب عدد اللايرز. مثلا ممكن احنا حكينا الكور حيكون فيه اللي هو حيكون فيه الستراند سبعة الستيل، والسراوندينجز لايرز حيكون فيهم الالومنيوم. طبعا هذا التوزيع قلنا بسبب السكن افكت. السكن افكت بحكي لنا ايش؟ انه معظم الكرنت حيمشي على السيرفس تبع الترانسميشن لاين، هذا بسبب السكن افكت. فمشان هيك بنستخدم الماده اللي لها كوندكتيفيتي اعلى واللي هي الالومنيوم على الاوتر سيرفس، والماده اللي لها كوندكتيفيتي اقل حنستخدمها في الكور مشان تعطي سترينث. فهاي فيها كوندكتيفيتي عاليه وعندنا الكور فيه سترينث. اوكي، فزي ما حكينا هسه لو مثلا عندنا 7 ستيل و20 الومنيوم كيف حيكون الترتيب؟ اول لاير اللي هو بكون فيه ستراند واحده معروفه اللي هي الستيل، اللاير اللي بعديها برضو بكون عندنا 6 ستراندز اللي هم حيكونوا ستيل. طبعا كيف عرفنا العدد؟ عوض، حط n تساوي 1 فبيطلع معك ستراند واحده، n تساوي 2 حتطلع معك 12 ماينس 4 او 12 ماينس 6 اللي هي 6 زائد 1 اللي هو 7. فمعناته حيكون 7 وحطينا واحده اوريدي في الكور فمعناته حيكون 6. فهون حيكون عندنا 1 وهون حيكون عندنا 6. بعديها اللاير الثالث قديش حيكون فيه؟ حيكون فيه بدك تعوض n 3 وتطرح من n 2 لان هذولك اوريدي حطيتهم. فاللاير الثالث حيكون عدد الستراندز الموجوده فيه كم تساوي؟ اللي هو 3 في 9 27 ماينس 9 18 زائد 1 19. 19 ماينس الاوريدي حطيناهم 7 فحيكون فيه 12 ستراند. اوكي، انسون بدنا نمشي على اللاير الرابع ونضل مكملين، نقدر نكمل زي ما بدنا. فهيك احنا بنعرف كم عدد الستراند الموجوده في كل لاير، ماشي، اللي هو بنعوض قيمه الان وبنطرح من الاوريدي حطيناه. يعني اللاير الاول حيكون فيه ستراند الواحده، ماشي، اللي هي الستيل. اللاير الثاني حيكون فيه 7 ماينس 1 اللي هي 6 لان لما عوض ان 2 حيعطينا 7 واحنا اوريدي حطينا 1 ف 6. اللاير الثالث حيكون فيه 19 بنشيل منهم 7 اللي حطيناهم 12 وبنكمل على هذا البروسيجر. اوكي، فهاي ان شاء الله حطيتها انا في السلايد اللي بعد هذا السلايد الديتيلز ارقام هاي.
بنيجي على النوع الثاني من الكوندكتر اللي هو الـ ACSR أو سلاش AW اللي هو ألومنيوم كوندكتر ألومنيوم كلاد ستيل رينفورسد. فهو هذا نفس اللي قبله بس في عنا فرق وحيد، احنا هناك الستيل كنا نغطيه بالزنك صح، نعمل له كوتينج بالزنك. هون الستيل الكوتينج تبعه حيكون من ألومنيوم، فالسيميلر تو ACSR with the exception that its core is made up of high strength steel clad in aluminum coating. فالكوتينج عندنا اذا شو هو الالومنيوم، هو مور اكسبنسيف لانه الالومنيوم اغلى من الزنك، بس ممكن نستخدمه في الورس كوروسيف اتموسفير. اذا كان عندنا كوروسيف اتموسفير او انفايرمنت فبنقدر نستخدمه افضل حتى من تايب سي. تايب سي اللي هو قلنا اعلى نوع من الجالفانيزيشن مع الزنك، فبنقدر نستخدمه في اذا كان عندنا يعني في عندنا رطوبه عاليه او كوروجن عالي في الانفايرمنت. فهو نفس الكونستراكشن اذا نفس بالضبط نفس الاي سي اس ار، بس الفرق عندنا الالومنيوم هو المستخدم في الكوتينج للستيل اللي موجود في الكور تبع الترانسميشن لاين. النوع الثالث اللي هي الاي سي اس ار اس دي الومنيوم كوندكتور ستيل رينفورس سيل دامبنج. هذا النوع احنا قبل شوي حكينا انه من انواع او من الاشياء اللي ناخذها في عين الاعتبار لما نختار الترانسميشن لاين هي شو، اذا حكينا في عندنا فايبريشن صح، فاللي هو في عندنا يعني شايفين اخر الكلمه مكتوب هو ايوليان فايبريشن، هو نوع من الفايبريشن بنتج عن الويند اللي هو انت هسه اي جيب اي سلك اذا بتعمل له فايبريشن وهو الطرف تبعه محطوط مثلا مركع على شيء معين بصير يحت من الطرف. فهذا النوع من الالومنيوم كوندكتور ستير انفورسد سيل دامبنج كيف بيكون معمول؟ بيكون معمول شكل اللايرز ترابيزويدال شيبد، فبكون شكلها زي شبه المنحرف، مش الشكل الطبيعي للترانسميشن لاين بيكون هو السيركولر او سلندريك او زي السلندر يعني سلندريكال شيب، هون لا ترابيزويدال شيب. فبالتالي تاثير الاحتكاك عليها بيكون اقل من تاثير الاحتكاك على السطح الدائري على السلندريكال. يعني انت هسه اي شيء اذا كان سلندريكال عمليه الحد تبعته على الاطراف لما يكون في عندنا كونتاكت مع التاور خلينا نحكي او كونتاكت مع اي شيء ثاني بكون عمليه الحد هاي اسرع، اما لما يكون شكلها زي الشبه المنحرف فبتكون عمليه الحد فيها اصعب صح، يعني لانه شكل الشكل يعني اللي معمول عليه الكوندكتر اللي هو ترابيزويدال شيب بكون يعني مقاومته للاحتكاك اعلى. اوكي فهذا النوع اذا نستخدمه للسيل دامبنج اجينست الفايبريشن، اذا في منطقه فيها فايبريشن عالي فيها ويند سبيد عالي ممكن تؤدي لفايبريشن عالي، فمفضل هذا النوع لانه بيعمل مقاومه لعمليه اللي هو زي ما حكينا عمليه التاكل اللي ممكن تصير على اطراف الكوندكتر. اوكي فما بيعمل سيلف دامبنج لهاي فايبريشن which will prolong the lifetime of the conductor. نيجي لآخر نوع عندنا من الكوندكتر تايبس اللي هو الـ ACAR aluminum conductor alloy reinforced. alloy معنى كلمة alloy اللي هي مزيج، أوكي مزيج من المواد، بس المين اللي فيها حيكون aluminum، فالكور عندنا برضو aluminum بس aluminum مش عادي زي الألومنيوم المستخدم على السيرفس، لا هو aluminum High strength aluminum طبعا عن طريق إضافة مواد ثانية إله اللي هي الالوي reinforced، فبنضيف عليه مواد ثانية فبصير هو مزيج، بس الالومنيوم هو الجزء اللي خلينا نحكي substantial فيه. فهذا النوع حيكون فيه conductivity أكيد أعلى لأنه كله الالومنيوم ما فيش عندنا فيه ستيل، وطبعا الوزن تبعه أخف لأنه الالومنيوم كوزن أخف بكثير من الستيل، إذن هو حيكون له lighter than الـ ACSR أو الالومنيوم كونتاكتر ستير انفورست، بس السترينث تبعته نفس الإشي لأنه الالوي برضو عنده سترينث عالية زي الستيل. طبعا بس بيؤدي إلى ارتفاع الكوست لأنه الكوست تبعت الستيل أقل بكثير من الكوست تبعت الالومنيوم. طبعا هذا متى حنستخدمه؟ إذا بدنا يكون عندنا السبان كبير، مسافات بين التاورز كبيرة، هذا بيؤدي إنه الترانسميشن لاين تبع وزنه يزيد فالساق حيزيد. إذا بدنا نخفف وزن الترانسميشن لاين حنستخدم مين؟ حنستخدم الـ ACAR الألومنيوم كوندكتر ألوي رينفورس لأنه عنده نفس السترينث بس وزنه أقل، فبتكون ممكن نستخدمه للأماكن إذا كان سبان واسع أو كبير طويل فيها، وبرضه كوروسيف اتموسفير اذا كان كوروسيف اتموسفير لانه الالومنيوم قدرته على مقاومه الكوروجن اعلى بكثير من الستيل.
اوكي. فاذا هذا النوع الاخير هو الالومنيوم كوندكتر الوي رينفورسد، نفس الفكره الالومنيوم كوندكتر ستيل رينفورسد، بس بدلنا الستيل بالالوي. الالوي هو الومنيوم مع مواد ثانيه بتعطيه سترينث، فبالتالي هو وزنه اخف من الستيل، وبنستخدمه في السبانز اللونج سبانز، لانه طالما وزنه اخف اذا كان عندنا لونج سبان فمفيش عندنا مشكله. اما لما يكون في عندنا لونج سبان، السبان اللي هي المسافه بين التاورز، فاذا كان ستيل فبكون وزنه عالي فبيؤدي الى انه الساق يزيد. اوكي، هاي اول نقطه. او بنستخدمه برضه بالكروسيف اتموسفير، لانه قدره الالومنيوم على مقاومه الكوروجن اعلى بكثير من قوه الستيل. الكوندكتر سايز، التشويس اوف كوندكتر سايز اوف از اوفن لارجلي بيست اون ذا الكتريكال properties اللي هم الباور لوس، الفولتج دروب، ثيرمال كاباسيتي، الايكونوميك ريكويرمنتس راذر ذان الاذر كونسيدريشن. طبعا ليش هو بيعتمد على هالكونسيدريشن؟ لانه السايز تبع الكوندكتر هيحدد اشياء كثير. اول شيء هيحدد الريزيستنس، زي ما حكينا السايز كروس سكشنال اريا تبعت الكوندكتر هتحدد الريزيستنس، والريزيستنس بدورها بتلعب دور في الباور لوس اكيد، لانه كل ما زادت الريزيستنس هيزيد الاي سكوير ار، فبالتالي بيزيد الباور لوسز. الفولتج دروب نفس الاشي، لانه الفولتج دروب بيعتمد على الامبيدنس، الامبيدنس جزء منها اللي هو الريزيستنس. الثيرمال كاباسيتي او الامبيسيتي، احنا كل ما زاد الكوندكتر سايز حيزيد الكاباسيتي تبعته، قديش بتحمل ماكسيمم كرنت. والايكونوميك ريكويرمنت، لانه الايكونوميك ريكويرمنت بتدخل في عاملين، انت لما تزيد السايز تبع الكوندكتر فاكيد سعره حيزيد، لانك حتستخدم ماتيريال اكثر، يعني حتستخدم مثلا الومنيوم لايرز اكثر. بس بالمقابل لما تقل الباور لوسز، ما الباور بتنتج عن انك انت بتشغل جنريترز مشان تولد انرجي وتحول هاي الباور والبي ترانسفيرد على الترانزميشن لاين. فلما تصير اللوسز عاليه فانت بتخسر جزء من الانرجي اللي انت اوريدي ولدتها. فهذا قدام برضه حيجي علينا لما نشوف اللي هي الايكونوميك وورث للترانزميشن لاينز، فبكون هذا الفاكتور داخل معنا. فاذا في عندنا هذول العوامل اللي بيدخلوا في تحديد الكوندكتر سايز، اللي هو الباور لوس، قلنا علاقة الباور لوس هي مع الريزيستنس، والكوندكتر سايز كل ما زاد الكروس سكشنال اريا تبعت الكوندكتر ريزيستنس اقل فلوسز اقل. الفولتج دروب نفس المعنى، الثيرمال كاباسيتي كل ما كان في عندنا عدد لايرز اكثر بتحمل، بكون الكاباسيتي او الامبيسيتي احيانا بنسميها بتكون اعلى. طبعا هاي الشغلات بتكون من يعني المفروض نجيبها ستاندردز، عندنا تيبلز، التيبلز هاي فيها ستاندرد الكيبلز المستخدمه، مين اللي في عندنا تيبل للاي سي اس ار وللانواع الثانيه. فبتروح مثلا بكون معطيك الاي سي اس ار رقم وكذا، بكون له رقم مثلا زي ما حكينا مثلا 50 8 او 50 10 اللي هو 50 مثلا الومنيوم سترانز و10 ستير سترانز، بتروح عليه بتشوف قديش الامبيسيتي تبعته. برضو في عندنا عوامل ثانيه بالسايز تبع الكوندكتر، اللي هو الريكوير تنشن، التنشن اللي حيصير على الترانسميشن لاين فور سبان اند ساج كونسيدريشن، اللي هي المسافات بين التاورز هاي السبان والساج، قلنا اللي هي المسافه اللي حينزلها الكوندكتر من الفيرتيكال اكسس. والبريك داون فولتج اوف ذا اير، اللي هي متى حيصير الاير كوندكتنج ويصير ايونايزد ويصير يعمل كوندكتنج لل الكتريسيتي. فهاي برضو بتدخل في عمليه السايز. في احنا الكتاب اللي ماشيين عليه ستاندرد امريكي، ففي زي ما حكينا ومعظم برضو كتب الباور يعني المدروسه احنا بستاندرد امريكي، فعندهم قياس الكوندكتر سايز بيقيسوه بالسيركولر ميل. ايش معنى سيركولر ميل؟ هي دائره الدايمتر تبعها 1 ميل، ال1 ميل هو 1 تو ذا 10 ماينس 3 انش. اوكي، فهي هيك بيقيسوه. يعني مثلا يجي بحكي لك الترانزميشن لاين هذا السايز تبعه مثلا 30 كي سيمل، هيك اللي بتلاقيه في التابلز. 30 كي سيمل معناته 30 كيلو سيمل. السيمل قلنا هي دائرة الديامتر تبعها القطر تبعها 1 مل. المل ايش هو؟ 1 في 10 قوة مانس 3 انش. فهيك اللي بتكون القياسات. فلما يعني مثلا شايفين هنا عندنا the cross sectional area of a wire in square inch equal to areas in circular mil multiplied by 0.7854 10 to the minus 6. يعني اذا بدك تحول من circular mil ل inch square، هاي inch square مش سنتيمتر square، نضرب circular mils في هذا الرقم بنحولها ل inch square، نحولها بعدين ل سنتيمتر square، ايش هنعمل؟ بنعرف احنا الانش 2.54
سنتيمتر، اوكي الانش 2.54 سنتيمتر، فحنضرب 2.54 سكويرد، فهيك بنكون حولناها لسنتيمتر سكوير. اوكي فاذا زي بالعاده قلنا الستاندرد الامريكي دائما عندهم يعني قياسات مختلفه سواء في درجات الحراره تمبرتشر او في عمليات الديستانسز بيستخدموا الانش واليارد والفيت اند سو اون. فاحنا مشان هيك الكتب بنتعامل معها بالعاده بنلاقي الاشياء هاي في الستاندرد الامريكي. فهم بيقيسوا السايز تبع الكوندكتر بالسيركولر ميل او السيمل، اختصارها سيمل. السيركولر ميل او السيمل هو الاريا ل سيركل الدايمتر تبعها 1 مل. ال 1 مل مل هو 1 تو ذا 10 ماينس 3 انش. فلو طبقت حطيت مساحه الدائره باي ار سكويرد، فالار قديش حتكون؟ حتكون نص مل اللي هي نص في 10 قوه ماينس 3 انش. اضربها اعملها سكوير واضربها باي بيطلع معنا الرقم هذا اللي هو 0.78546 7.78554 في 10 to the minus 6. اوكي فهي المساحه هي انش سكوير. اذا بدنا اياها لسنتي سكوير حنضرب ايش؟ حنضرب ب 2.54 سكويرد. ليش؟ لانه الانش عندنا 2.54 سنتيمتر. العامل اللي برضه بدخل معنا في الكونسيدريشن بالعمليه اختيار الكوندكتر اللي هو الفولتج دروب كونسيدريشن، اللي زي ما حكينا انه الماكسيمم الاوبل فولتج دروب على الترانسميشن لاين. فحسب طبعا الريجوليشن المستخدمه وحسب قديش مسموح الفولتج ريجوليشن اند سو اون. فلنفرض عندك الريكويرمنت اكسبريسد از ماكسيمم فولتج دروب اوف 5%. فايش معناته؟ انه على الفولتج دروب من اعلى طرف او من السندنج اند اوف الترانسميشن لاين لا الريسيفنج اند ما تزيد عن 5%. اوكي هذا ما كان سيكون الستاندرد، هو هذا اكثر ستاندرد مستخدم. فالفولتج دروب زي ما حكينا اللي بيحددوا شغلتين اللي هم الرياكتنس والريزيستنس اللي هو التوتال سيريز امبيدنس تبعت الترانسميشن لاين. فاحنا زي ما حكينا الريزيستنس ايش اللي حيتاثر فيها؟ نوع الكوندكتر. نوع الكوندكتر بيحدد اللي هو الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي بتحدد الريزيستيفيتي، هاي اول شغله. ثاني شيء اللينك تبع الترانسميشن لاين، وثالث شغله اللي هي الكروس سكشنال اريا للترانسميشن لاين. لانه الار بتساوي رو في ال على اي. اوكي رو اللي هي ريزيستيفيتي، ال اللينك تبع الترانسميشن لاين، والاي الاريا الكروس سكشنال اريا تبعت الترانسميشن لاين. فهاي بالنسبه للار. بالنسبه للاكس او الرياكتنس، اذا ذاكرين ايش اللي بيحددها من الباور 1؟ اللي بيحددها اللي هي الجيومتريك مين ديستانس والجيومتريك مين راديوس. مين للجيومتريك مين ديستانس اللي هي المسافات بين الفيزز. فهيك ما لها علاقه بنوع الكوندكتر المستخدم. الرياكتنس ما لها علاقه بنوع، مثلا لو غيرنا جبنا كوندكتيفيتي اعلى كوندكتيفيتي اقل ما بتاثر على الرياكتنس. الرياكتنس بياثر على الكونفيجريشن تبع الفيزز، قديش المسافات بين الفيزز بين بعض اذا ذاكرين من الباور 1. فهيك هاي هي العاملين اللي بيأثروا على التوتال امبيدنس. وقلنا التوتال امبيدنس هي بتحدد الفولتج دروب. فالفولتج دروب الماكسيمم هو بيساوي زد تبعت الترانسميشن لاين مضروبه في الاي ماكسيمم. الماكسيمم كانت اللي حيمشي في الترانسميشن لاين مضروبه في الزد تبعت الترانسميشن لاين. التوتال تبعت الترانسميشن لاين لازم تكون تساوي الفولتج ديفيشن الماكسيمم. اوكي فاذا كان مثلا 5% معناته مفروض اي ماكسيمم في زد ال ما تزيد عن 5% من الاوبريتنج فولتج تبع الترانسميشن لاين. فمشان هيك تغيير نوع الكوندكتر بياثر على شو؟ بياثر على ار، بس ما بياثر على اكس، على الرياكتنس. الرياكتنس بتتاثر بالكونفيجريشن تبع الفيزز، قديش المسافه بين كل فيز وفيز، واذا في مثلا في عندنا دبل سيركت قديش المسافة بين السيركت الأولى والسيركت الثانية and so on. زي ما تعلمنا في الباور 1. هون بدنا نحكي عن الثيرمال كاباسيتي كونسنتريشنز. طبعا بالالكتريكال سيستمز بالعادة عملية لما نيجي نحكي الكاباسيتي للترانسميشن لاين أو الكاباسيتي للترانسفورمر أو للإنفيرتر أو whatever التايب اللي بنحكي عنه، غالبا الكاباسيتي هاي بنحكي عنها اللي هي الكباسيتي اللي بتحملها قبل ما التمبريتشر تبعت الكومبوننت هاي ترتفع، هاي المقصود فيها في الكباسيتي. فالثيرمال كباسيتي طبعا في انواع ثانيه للكباسيتي للترانسميشن لاين حنحكي عنهم ان شاء الله لقدام، بس هو احنا حاليا مركزين على الثيرمال كباسيتي.
الثيرمال كاباسيتي اذا انه شو معناته؟ انه الكوندكتور شود بي ايبل تو كاري ذا ماكسيمم اكسبريد لونج اكسبريسد لونج تيرم لود كارنت وذاوت اكسبيرينسينج اني اوفر هيتنج، يعني ما يصير عندنا اوفر هيتنج. الستاندردز انه درجه حراره الكوندكتور ما ترتفع عن 75. ليش؟ لان اذا ارتفعت عن 75 بيؤدي الى decrease in the strength of the transmission line، يعني احنا بنعرف المواد لما ترتفع درجه حرارتها بصيرها تتمدد، بتوصل لمرحله معينه اذا بعد اذا تمددت ما بترد ترجع لشكلها الطبيعي، يعني it will not shrink to its normal size. فهاي هي عندنا مثلا بالستاندرد للترانزميشن لاين هي 75 ديجري. اذا ارتفع عن 75 ديجري بصير في عندنا الماده قلنا او الترانزميشن لاين will be خلينا نحكي يعني بصير له تمدد، اوكي، يعني فبصير اللينك تبعه انكريز وات ويل نوت شرينك تو اتس نورمال لينث، اوكي، وما برجع لشكله الطبيعي. فمشان هيك هاي هي اللي بتحدد قديش الماكسيمم كرنت اللي ممكن يمشي في الترانزميشن لاين. طبعا اذا بدنا كباسيتي اعلى بنستخدم ثيرمال كباسيتي اعلى، طالما هو للماده الواحده ثابت فمن نستخدم عدد اكبر، يعني اذا بنزيد الكروس سكشن اريا منزيد الثيرمال كاباسيتي، او اذا بنستخدم مثلا بالفيز تعرفوا الباندلز اخذتوها برضو في الباور 1، الباندلز اللي هو بنستخدم اكثر من كوندكتر في الفيز الواحد، فلما نيجي مثلا نستخدم 2 باندلز او 3 باندلز معناته احنا بنرفع الثيرمال كاباسيتي بنضربها في 2 و 3، يعني اللاين الواحد او الكابل بتحمل مثلا خلينا نحكي 1 كيلو امبير، فاذا بالفيز انا حطيت مثلا 3 باندلز فبصير تحمل 3 كيلو امبير اند سو اون. طبعا طالما انه الامبيسيتي هي لها علاقه في حراره او تمبريتشر تبعت الترانزميشن لاين، فمعناته اذا كان عندنا في عوامل اخرى بتاثر على التمبريتشر فممكن تدخل كعوامل بتاثر على الامبيسيتي. مثلا الامبيسيتي اوف ذا كوندكتور از ا فانكشن اوف ذا جنريتد هيت باي ذا كرنت، وان الكرنت هو بيعطي هيت فهذا هو بيحدد الامبيسيتي. بس برضه مثلا ممكن ذا هيت فروم ذا سن اذا كان المنطقه درجه حراره فيها عاليه فبتقل الامبيسيتي، يعني نفس الترانزميشن لاين ممكن يكون في مكان بارد له امبيسيتي وفي مكان حامي له امبيسيتي، او مثلا بالصيف له امبيسيتي معينه وفي الشتاء له امبيسيتي ثانيه. ليش؟ لانها فانكشن اوف ذا هيت جنريتد باي ذا كرنت اتسلف، هاي هي الكباسيتي تبعته، وفروم ذا هيت فروم ذا سن او اذا في عندنا كولينج من الويندز. فالكوندكتور هيتنج از اكسبريسد از امبيانت تمبريتشر بلس لود تمبريتشر، اذا الكوندكتور الهيت تبعه هو عاملين الامبيانت تمبريتشر واللو تمبريتشر. الامبيانت اللي هي درجه الحراره المحيطه، يعني فاذا كان في عندنا ويند وعندنا كولينج هذا بدخل في موضوع الامبيانت تمبريتشر انها بتقلل او حتزيد الكباسيتي. ليش؟ انها بتقلل درجه حراره الترانزميشن لاين. فاذا كان المكان بارد بصير الكباسيتي تبعت الترانزميشن لاين اعلى. ليش؟ لانه بصير تحمل كرنتس اعلى قبل ما يوصل درجه حراره ال 75، اوكي. فهاي هي الثيرمال كاباسيتي كونسيدريشن في الترانزميشن لاين. الايكونوميك كونسيدريشن، عندنا البريزنت وورث اوف سيفنجز ذات ريزلت فروم ذا لوور باور لوسز ديورينج ذا انتير يوزفول لايف اوف ا كوندكتور هاز تو بي تيكن انتو اكاونت. ايش معنى هذا الحكي؟ انه زي ما حكينا ممكن يكون نوع الكوندكتور مثلا A كسعر اقل من سعر كوندكتور B، بس هذا لا يعني انه كانفستمنت احسن تستخدم A، لانه ممكن انه اللوسز على A تكون اعلى من B، واحنا ما في اللوسز هاي حتكون تؤدي الى لوسز للباور جنريتد او للانرجي جنريتد، وطالما عندنا انرجي ففي عندنا كوست، لانه الانرجي هاي من وين حتيجي؟ حتيجي من فيول، فاحنا وي هاف تو بيرن سم فيول تو جنريت او تو ميك انرجي ذن جنريت باور، الباور هاي حتنتقل على الترانزميشن لاين. فاذا كان في عندي لوسز عاليه فانا خسرت جزء من الفيول اللي استخدمته في الموضوع الانرجي، اوكي. ف مشان هيك احنا في عندنا ثلاث عوامل لازم ندخلها في عمليه حساب الايكونوميك كونسيدريشن اوف الترانزميشن لاين. اول شيء اللي هي الانفستمنت كوست اوف انستولد لاين، يعني قديش سعر اللاين نفسه. زي ما حكينا بنيجي بنحكي مثلا كيبل اي الكوست تبعته 40 دولار مثلا بير 100 متر، فكل 100 متر مثلا او كل متر مثلا 4 دولار، اوكي، او مثلا 1k دولار بير مثلا كيلومتر اند سو اون. فهذا اللي هو سعره، بس هذا مش هو العامل الوحيد، هذا بنسميه investment cost أو capital cost. هذا جزء من السعر، لأنه في عنا cost of energy loss due to total I square R losses. ففي عنا energy loss، هاي الانرجي قديش إحنا خسرناها لازم برضو تدخل في الحساب، لأنه قلنا ممكن يكون R أقل type من النوع الثاني، فالR أقل
باور لوس اقل وانرجي لوس. وفي عندنا برضه كوست اوف ديماند لوست. الديماند لوست او الكباسيتي لوست ايش المقصود فيها؟ احنا عندنا اي سكوير ار لوسز صح. الاي سكوير ار لوسز احنا عندك الباور كباسيتي تبعت الجنريتر نفسها لازم تكون تساوي البي تبعت اللود. مثلا عندك لود الماكسيمم البيك تبعها مثلا خلينا نحكي 10 ميجا وات، لازم الجنريتر تبعها يكون 10 ميجا وات. طيب اذا في عندنا لوسز مثلا خلينا نحكي نص ميجا وات على الترانسميشن لاين، فمعناته الكباسيتي تبعت الترانسميشن لاين ارتفعت من 10 ل 10 ونص. شو معناته؟ بدك تجيب جنريتر سايز تبعه اكبر. اوكي فهذا بيؤدي الى الديماند كوست بكون اعلى. هذا المقصود في الديماند كوست. هسه هاي بعد هاي الكباسيتي زادت، هاي نقطه. النقطه الثانيه الانرجي، انه اي سكوير في ار طول ما اللاين هذا شغال حيكون في عندنا او عليه ماشي باور حيكون في عندنا انرجي لوسز. هاي الانرجي لوسز لها علاقه في التايم، طالما انه انرجي فهي لها علاقه في التايم. فمعناته اللوسز هاي طبعا احنا مشان نولد هاي الانرجي استخدمنا فيول، فاللوسز هاي برضو لها كوست لازم يدخل في عندنا في الحساب. اذا صار في عندنا 3 فاكتورز بتدخل في عمليه الانفستمنت او الايكونوميك كونسيدريشن اوف ترانسميشن لاين. اول شيء الانفستمنت كوست اوف ذا انستولد لاينز، هاي اللي حكينا عنها الكابيتال كوست اوف ترانسميشن لاين. اوكي اللي هو قديش سعر الترانسميشن لاين باللينث تبعه بير يونت لينث. ثاني وحده الكوست اوف انرجي اللي هو الانرجي، مثلا هذا الترانسميشن لاين مثلا عمره 20 سنه وال20 سنه حيخسر مثلا انرجي كذا، فهاي بتدخل في الحساب. واخر نوع اللي هو الكوست اوف ديماند لوست، لانه احنا لما الباور صيعنا باور لوسز على الترانسميشن لاين فالكباسيتي تبعت الجنريتر لازم ترتفع، فهي لازم تكون تساوي الماكسيمم كباسيتي تبعت اللود زائد الكباسيتي او اللوسز على الترانسميشن لاين. فلما رفعنا الكباسيتي انت زي كانك جبت ماتور اكبر، يعني بدل مثلا ما تجيب سياره ماتورها 2000 سي سي جبت سياره ماتورها 2500. فمشان هيك بدك سعر يعني تدفع الفرق اللي هو زياده الحجم في الماتور. فهون نفس الفكره. اوكي السلايد اللي بعده ان شاء الله راح احلل لكم مثال اللي هو يوضح كيف ندخل هالحسابات في عمليه الايكونوميك او التوتال وورث بريزنت او توتال بريزنت وورث تبعت الترانسميشن لاين. اوكي هاي تي بي دبليو ال اللي هي توتال بريزنت وورث اوف الترانسميشن لاين. فهي بتتكون من ثلاث عناصر: الانستولمنت كوست، الانرجي كوست، والكباسيتي كوست او الديماند كوست. فان شاء الله هسبح لكم مثال عليها. عندنا هنا في المثال اللي هو 10 مايل ترانسميشن لاين، يعني ترانسميشن لاين اللينث تبعه 10 مايل، سبلاي لود ذات هاز بيك فاليو اوف 10 ميجا وات. فعندنا اللود البيك فاليو تبعتها 10 ميجا وات، والافرج فاليو اوف اللود 7 ميجا وات. الاوبريتنج فولتج اللي بنستخدم على الترانسميشن لاين هذا هو 10 كيلو فولت. فايند توتال بريزنت وورث اوف ترانسميشن لاين اف الانفستمنت كوست از 1K$ بير مايل، يعني كل مايل من ترانسميشن لاين بيكلف له $1,000. الكباسيتي كوست از نفس الشيء $1 بير كيلو وات، فعنا كل كيلو وات بكلفنا 100 او 1K$. واخر شيء الانرجي كوست از $0.1 بير كيلو وات اور، فكل كيلو وات اور بننتجه بكلفنا $0.1. given that the resistance of the transmission line equal 0.2 ohm per mile والترانسميشن لاين لايف تايم از 20 years، فهو عمره 20 سنه والريزيستنس تبعته بير يونت لينث هي 0.2 اوم بير مايل. فهذا السؤال كيف نحله؟ اول شيء عندنا قلنا الكوست للترانسميشن لاين في ثلاث كوست. اول شيء نيجي على الانستولمنت كوست او الكابيتال كوست اللي هو قلنا الترانسميشن لاين حيكلفنا قلنا اللي هي $1,000 بالمايل، فهو طوله 10 مايل، فمعناته حيكلفنا 10 ضرب 1000 اللي هي $10,000. هاي capital cost او investment cost. النوع الثاني انا طبعا المثال مش حكمل الارقام، انتوا كملوها لحالكم بس حكي لكم كيف الفكره. يعني الكوست الثاني اللي هي الباور لوس. الباور لوس احنا هسه الكباسيتي تبعت الجنريتر لازم تساوي الكباسيتي تبعت اللود. يعني لو ما كانش عندنا لوسز على الترانسميشن لاين هنحتاج جنريتر اللي هو 10 ميجا وات، بس احنا فعليا هنحتاج اكثر من هيك لانه في عندنا ريزيستنس على الترانسميشن لاين هي 0.2. فال 0.2 فالتوتال ريزيستنس حتكون نضرب 0.2 في 10 حتساوي 20 اوم، فمعناته لازم نجيب الاي بيك. فلازم نحسب الاي بيك، حنحسبها من وين؟ من اللود البيك لود.
نطلع وطبعا معنا الفولتج، فبنقدر نحسب الاي بيك. فالاي بيك حنضربها طبعا اي بيك سكويرد في ار تعطينا الباور لوس. هاي الباور لوس احنا حنحتاج نرفع الكباسيتي تبع الجنريتر بناء عليها، فلازم نضرب الرقم اللي هو $1,000 بير كيلو وات في الرقم اللي بيطلع معنا. اذا حنضرب الاي بيك سكويرد ضرب الار حنضربها ب1000 دولار بير كيلو وات. اوكي، احنا هون بنحكي عن الكوست تبع الترانزميشن لاين، فمش تطلع لي البيك او تطلع لي اللود وتضرب فيها، احنا ملناش علاقه في اللود، احنا بنحكي السؤال بيحكي عن الكوست تبع الترانزميشن لاين. فطالما انه اللوسز هاي صارت على الترانزميشن لاين فبنحسب الكوست تبعتها فقط، وليس ملناش يعني احنا ما بنحسب الكوست تبعت اللود. اوكي، بنحكي عن اللود تبع الكوست تبعت الترانزميشن لاين لحاله. فاذا الاي بيك سكويرد حنضربها في ار مشان نطلع، بعدين نضربها ب 1000 مشان نطلع بير كيلو وات، طبعا نتاكد انه مطلعين الباور بالكيلو وات. اوكي، مشان اليونتس تكون متساويه ويطلع معنا الناتج بالدولار. واخر شيء اللي هي الانرجي، الانرجي دائما بنحسبها من وين؟ من الافرج، زي ما حكينا موضوع يعني الموضوع حصلنا حاكيين فيه اكثر من مره. الانرجي لها علاقه بالافرج باور، فمن الاي من البي افرج حنحسب الاي افرج. اوكي، والاي افرج حنطلع الانرجي لوسز على طول الوقت. فالانرجي لوسز شو حتساوي؟ اي افرج سكوير ضرب ار ضرب عدد الساعات في ال 20 سنه، هم عمره 20 سنه، ضرب 8760 بنطلع الانرجي لوس. بعدين حنضرب هذا بالسعر 1.1 دولار بير كيلو وات اور، نحسب الانرجي لوس. اوكي، اذا في عندنا 3 فاكتورز، الكابيتال كوست او الانفستمنت كوست اللي هو الطول الترانزميشن لاين وقديش المايل الواحد بكلف او الكيلو متر الواحد بكلف. الثانيه اللي هي الكاباسيتي كوست، الكاباسيتي كوست احنا عندنا الجنريتر صارت محتاجين كباسيتيته اعلى مشان نغطي اللوسز، فقديش اللوسز حنحسبها على البيك، لانك انت المفروض الجنريتر يغذي البيك لود صح، فبنحسب الاي بيك سكويرد سي ار وبنضربها في الكاباسيتي كوست، فبطلع معنا قديش الاكسترا كاباسيتي للجنريتر كوست. واخر شيء الانرجي لوس، الانرجي لوست، الانرجي لوست حتكون من الاي من البي من الافرج فاليو، لانه الانرجي مرتبطه في التايم، والتايم لما احنا بنطلع البي افرج كيف نعمل؟ بنعمل الانرجي اللي هي المساحه تحت الكيرف مقسومه على التي، فبنقسم الانرجي على التي بيعطينا الافرج باور، فمن الافرج باور بنحسب الافرج كارنت، والافرج كارنت سكويرد مضروب في ار ها بيعطينا الانرجي بالساعه الواحده، بنضربه في اللايف تايم تبعت الترانزميشن لاين اللي 20 في عدد الساعات الموجوده في السنه، فبطلع معنا قديش كيلو وات اور خسرنا، بنضربها في السعر الانرجي مشان يعطينا الانرجي لوست كوست. الان نيجي لاخر موضوع في محاضره اليوم اللي هو الاوفر هيد جراوند وايرز. الاوفر هيد جراوند وايرز برضو احيانا بنسميهم الشيلد وايرز، هم وايرز بيكونوا انستولد اباف ذا فيز كوندكترز، يعني بكون هم يعني محطوطات فوق الفيز كوندكتر على التور، بكون في عندنا اعلى التور في اللاين هذا او اللي هو الاوفر هيد جراوند واير. طبعا الهدف منهم تو بروتكت اللاين فروم اللايتنينج اذا صار في عندنا لايتنينج، او اذا صار في عندنا احيانا بنستخدمهم كاز لو فولتج كوميونيكيشن شانل، اذا في عندنا مثلا كوميونيكيشن بتوين مثلا التاورز او هيك ممكن نستخدمهم هم ككوميونيكيشن شانل. فاذا هم الهدف الرئيسي طبعا منهم انهم بيحموا الفيزز تبعات الترانزميشن لاين من اللايتنينج. فهم اذا قلنا الاوفرهيد جراوند وايرز موجودات فوق الفيزز. اوكي، يعني التاور بكون على التوب تبع التاور، في عندنا واير هو بيمثل عندنا الاوفرهيد جراوند واير. The overhead إذا هم ما بقلهم دخل conducting the load current، إذا they don't conduct the load current but they very rapidly conduct the very heavy current of lightning. إذا صار في عند lightning بيعملوا conducting لهذا lightning current لما يكون فينا strike. أوكي، طبعا كيف حيصير تفريغه؟ إنه بكون موصلات مع the grounding تبع التور عن طريق the grounding system يعني. اوكي، فاذا ذا اوفر هيد جراوند وايرز دو نوت كوندكت ذا لود كرنت، هم ما لهم علاقه بالفيز كرنت، يعني هم مش ترانسميشن لاين، هم جاست بروتكشن لاين بحيث انهم يحموا الفيزز من اللايتنج. فطبعا بالعاده انه كل ترانسميشن ستراكشر او تاور ماست بي جراوندد. اوكي، والاوفر هيد جراوند واير بيكون موصل مع الستراكشر هذا مع الجراوندنج تبعه بحيث انه يعمل ديسشارج لللايتنج كرنت
للجراوند. اوكي، فهذا معنى الاوفر هيد جراوند وايرز. فهذا اللي بتشوفه انت احيانا، بتشوف مثلا عندك اربع سلاك خصوصا على الهاي فولتج ترانزميشن لاين، بكون في عندك 3 للفيزز، وبكون في عندك واحد اللي هو عالي، هذا الاوفر هيد جراوند واير.